السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي، قناة منى ماس. كوم دابيتود حبيت نشارك اليوم معكم واحد لو كيك فورميدابل، ان كيك فريمون تقدروا تقولوا تري سان، باسكو فيه هنايا كيما راكم تشوفوا الشوفان سي لا باز، دونك الشوفان وشويه نتاع لي زاموند، وما تنساوش ثاني الزبيب. دونك هنايا المقادير دوك نخليها لكم في صندوق الوصف، نفوتوا مباشرة طريقة التحضير. أتوت سويت. Alors, في ريسيبيون رايحة، دونك جو في فوتي هاد لي دوز تاوعي. مع السكر كاسونات. كما راكم تشوفوا هنا لا كولور نتاع لو كيك تاعي تبدلت تماما، تسمى دخل مليح السكر في هذاك البيض تاعي. دركا نجم نحط بشويه لو لي تاعي، تسمى الحليب نحط بشويه، فوالا بشويه، ونعاود نخلط انسي دو سويت. فوالا نكمل هذيك الكميه اللي بقات لي تاع الحليب، نزيد كميه الزيت فرد مره d'un seul coup parce que mettre à couche ça va c'est pas un mousquet chaud ça va cake et je remélange. هنا نبدا باضافه لافارين شويه شويه، ما تنساوش لافارين هي ديجا الي تاميزي، دونك راني مخلتها ما تقلقوش. خلاص بيان سور في الوسط رايحه نحط هذيك الشكره تاعي اونفال كيس نتاعي تاع الخميره، دونك راح نحط كيس كامل. فوالا من بعد ما اضفت هذيك الفرينه نزيد شويه لي فلوكون دافوان. ماذا بيكم الشوفان خليوه دائما في لي غوسات تاعكم. هذه عباره على لي زاموند، لي زاموند بيان طوغيفي اي بيان مولو، يعني ماش حاجه كبيره مي خليتها شويه مهرمشه اللوز. فوالا هكذا. وما ننساوش بيان سور الزبيب تاعنا، هذا هو السر يعني المليح اللي في الكيك. فوالا نجمو نقولو عليه كيك يعني صحي 100%. ما شاء الله. انا نحب دونك نكهه القهوه، انا ماذا بيا نزيد له نكهه هذا النسكافيه. حبيباتي اللي ما حبتش سي فاكولتاتيف، ما حبيتيش تضيفيها يا با سوسي. المهم دوك تلقاو المقادير كامله في صندوق الوصف. الوغ كي نقول لكم ان كيك سان يعني كيك صحي، معناتها ما فيش السكر بزاف. لا بروف جو ني با مي دو سوكر بلون، درت لا كاسونات زبيب لوز اي فوالا لو طراي. شوفوا هذيك لا كونسيستانس لي جوست مانيفيك. فوالا ريغاردي، ماذا بيكم خليو لي زاموند نتاعكم مهرمشين، elles sont juste concassées. ما تنساوش vous les torréfier. voilà. وهاو على واش تتحصلوا. دونك نسكب هذيك الكيك لا كونسيستانس تاعي في مول à l'enfour. ما تنساوش تكونوا لو مول تاعكم بريشوفي à 180 degrés.
وتخليوها ان شاء الله بوندون جوسكا 45 حتى 50 مينوت. فوالا لو كيك تاعنا بعد ما حطيته في المول. هنا التزيين حبيباتي يبقى اختياري. انا خليت اللوز نتاعي بالقشور تاعو، تحبوا تنحيو القشور ايمونديلي ما كان حتى مشكل، تحبوا تخليوها ثاني ما كان حتى مشكل. انا هنا التزيين يبقى اختياري لكم نتوما كيما حبيتو، شاكا سونغو. فوالا نتلاقاو ان شاء الله كي يطيب نعدو لكم. نعدو لكم اللقطات الاخيره تاع التزيين. شوفوا ما شاء الله هذاك لو كيك، كي نقول لك فريمون ان كيك تري سان، الي مانيفيك، الي سورتو سوكولون اي بون. وجربوه وردوا لي بالخطر. اذا هنا طابلي شوفوا ما شاء الله طيب تاعو ولا اروع. فوالا هنا جو في ايسيي دو ديمولي قدامكم. شوفوا ما شاء الله، دونك ها هو ياكي ان تري بون كيك تري سان. دونك جو في ايسيي هنا نقص لكم ان مورسو. راه وحش جدا ما يفهمش. فوالا شوفوا ما شاء الله، شوفوا كيفاش لا تيكستور، شوفوا هايل ما شاء الله. صحتكم، نتمنى هذه الوصفه تاع لو كيك تاع نهار اليوم عجب لكم. ان شاء الله في فيديوهات اخرى. سلام.